فرقة أقلقت إسرائيل، فرقة يقودها لبناني على أرض غير لبنانية، إنها فرقة الإمام الحسين. تأسست الفرقة عام 2016 بإشراف مباشر من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وتنشط في سوريا. يقود الفرقة أحد قيادي حزب الله اللبناني ذوالفقار حناوي. تضم هذه الفرقة آلاف المقاتلين الشيعة من مختلف البلدان: العراق، سوريا، أفغانستان، لبنان، باكستان، السودان واليمن. النخبة القيادية في هذه الفرقة مؤلفة من لبنانيين خضعوا لاختبارات وتدريبات مكثفة. تمتلك فرقة الحسين قدرات عسكرية متقدمة وأسلحة استراتيجية تلقتها من إيران، منها صواريخ أرض أرض، طائرات من دون طيار، وطائرات مسيرة هجومية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأسلحة الخفيفة. تعد هذه الفرقة الأكثر تميزاً لفيلق القدس في سوريا، ما دفع أوساطاً في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان للتحذير من خطورتها. وكان قد نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر في أمان تأكيدها أن قادة وعناصر فرقة الحسين في دائرة استهدافها منذ العام 2017. وأوضحت المصادر أن أنشطة فرقة الحسين مرتبطة اليوم بتعليمات خاصة من أمين عام حزب الله حسن نصر الله وبتمويل إيراني. يذكر أن هذه الفرقة نفذت هجمات ضد الحامية العسكرية الأمريكية في جنوب شرق التنف عام 2021، كذلك شنت هجمات على إسرائيل عام 2019. ماذا عنكم أيها المشاهدون؟ هل سمعتم عن هذه الفرقة من قبل؟ شاركونا تعليقاتكم.